ده الفنان محمد رمضان الشهير بابن الاربع حيطان، اكمنه دايما بيتسجن في افلامه ومسلسلاته وكده. بيقرر انه مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 انه ينزل اغنية جديدة، مش فاكر اسمها ايه الصراحة، مش عشان هو محتاج الاغاني دي عشان يفضل ترند طالما تمثيله ما بيأكلش عيش طول السنة لا سمح الله، ولكن عشان يبسطنا. ولكن محدش بيسمع عنها اصلا، عشان بيقرر في نفس الوقت الاستاذ تميم يونس انه ينزل اغنيته الجديدة عشان تبقي تقولي لا، اللي خدت الترند بتاعها ودلوقتي ما بقاش حد يسمع عنها. وبعدها على طول بيتكرم اللاعب الافريقي ساديو ميني، لو انا بنطق اسمه صح اصلا، كافضل لاعب في افريقيا. وبيغيب الاستاذ محمد صلاح عن حفل الافتتاح بحجه انه بيعيط لما بيشوف حد من صحابه بيتكرم وما بيعرفش يمسك نفسه وانه ما بيغيرش ولا حاجه. بتتوالى احداث عام 2020، والذي تميز عن غيره من السنين باحداث اقلها مفرح واغلبها كان حزين. فعلى المستوى الفني كان عام 2020 هو عام ملهم للفنانين. ففي هذا العام توج الفنان حسن شاكوش لقب صاحب الأغنية الأعلى استماعا على الساوند كلاود، هو أصلا ما بينزلش عليه غير أغاني الدرجة التانية، وحصد ويجز لقب أكثر المغنين انتشارا. وانفصل تامر حسني عن مراته، ورجع تامر حسني لمراته وحاول الفنان محمد رمضان تاني إنه يركب الترند، فركب الترند فقام ركب الغلط، وقررت الراقصة اللولبية لورديانا المهلبية إنها ترقص. وانفصل معز مسعود عن مراته، ورجع معز مسعود لصولات، واعترفت الفنانة رانيا يوسف ان مؤخرتها اقوى من اقوى برك، تخيل بقى. وبيقرر الفنان حمو بيكا انه بصوا، هو بيحب دايما انه يهزق نفسه عشان يبقى ترند، فهو تهزق ترنداته كتير الصراحة. وانفصل تامر حسني عن مراته، ورجع تامر حسني لمراته. وبيقرر الفنان احمد العوض انه يشمر ايده ويسمي الله ويصلي على سيده ويتجوز الفنانة ياسمين عبد العزيز. وبتتجوز الفنانة درة، هاني مش عارف اسمه ايه، فقامت السوشيال ميديا كلها مهاجماها عشان قبلت تدخل على درة، وبيعملوا لها هاشتاج درة على درة. لا وانا اللي عملته الصراحة. وبيقرر الفنان محمد رمضان لتالت مرة انه يركب الترند عشان يكسب الجمهور، ولكن بتفلت منه بعد صورته مع الاسرائيلي، وبيشكر جمهوره ويقول لهم شكرا على عدم دعمكم ليا. طب ما تجرب تعمل بحث يا رمضان. فبيقلده احمد فهمي عشان يركب الترند هو كمان، فبيخلق مشكلة وبيتخانق مع شيكابالا وبيقول له العب عدل وتعالى او حاجة تانية كده مش هينفع نقولها. ولكن للاسف لا احمد فهمي حد افتكره، ولا شيكابالا لعب عدل، ولا عمل الحاجة التانية. والحمد لله اخيرا في هذا العام تم اطلاق مسلسل ما وراء الطبيعه، اللي انا حبيته جدا والله الصراحه، على الرغم من كونه مليء بالاخطاء المريعه، بس محدش يقول لعمرو سلام عشان بيقفش. وتم اطلاق كرتون كوميدي اسمه فيلم خط دم، اللي يستاهل مننا الصراحه كل السب والذم. وانفصل تامر حسني عن مراته، ورجع تامر حسني لمراته. وكان الفنان عمرو دياب في المرتبه الاخيره بعد ما طلعت اشاعات انفصاله عن حبيبته، اللي فضل بعدها يغني ويقول شفت حاجات كتيره. وانفصل تامر حسني عن، اما على المستوى الكروي فللاسف مفيش اي جديد، لان كالعاده الاهلي حديد والعزم جديد وانا ركبي حديد، بالاضافه الى ان البيج رامي تسعيرته بقت نص ارنب، ومرتضى منصور ما بقاش منصور. وبعد مجموعه من الترندات واللايكات والكومنتات بتدخل علينا اعظم كارثه من زمن فات، وهو فيروس كورونا المستجد الكوفيد 19 اللي اتصاب بيه الالافات. فاحنا خدنا احتياطاتنا وحاربنا المرض وقضينا عليه، فنزل الاسكندرانيه ضده مظاهرات، وعملنا حفلات واحتفالات ومهرجانات فيها فنانين وفنانات، طلع لنا منهم نبغات زي الأستاذة ياسمين صبري اللي لما تسألت عن الكورونا قالت لهم والله 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 والله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقال الأقوى، وده ذو أحمد على فكرة. والأستاذة شيرين رضا اللي حاربت الكورونا بتصريحها الشهير كورونا مش حلوة، والأستاذة زينة اللي قالت إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا حرام والله ولاد أحمد عز يطلع دمهم تقيل كده هما كمان. وكان للمرأة دور كبير في هذا العام، فبقى عندنا سيدة المطر وسيدة القطار وسيدة المطار وشوية عيال هرموناتهم مولعة نار، والحمام ساب العشة وطار. وعلى المستوى الدولي فقد تغير لقب دونالد ترامب من رئيس أقوى حتة في العالم لصاحب أقوى حتة في العالم، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها هتوافق على التظبيط خلاص. واندلع انفجار في لبنان واغتيل قاسم سليمان، وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد أكثر من 90 عاما عاشهم في هذا الزمان. أما بقى على مستوى السوشيال ميديا فكان هناك صناع محتوى احتلت اخبارهم منصات السوشيال ميديا برضه، زي كريس المصري اللي مش عارفين ارقام المشاهدات اللي بيجيبها دي سحر ولا خفه يد، ومحمد وبسنت اللي ما شفتش فيديوهاتهم الصراحه بس سمعت عنهم،
وانفصال تامر حسني عن مراته ورجوع تامر حسني لمراته وفسخ الدحيح عقده مع ايجي بلس ومضى الدحيح عقده مع شاهد بلس. ومش هجيب سيره السكتشات اللي كان فيها ممثلين وما كانتش عجباني عشان اخر مره قلت فيها كده مخرج متحف الدحيح مسحني من على الفيسبوك. وتم اكتشاف رسومات لاول ملكه فرعونيه تموت بسبب تضخم عضله القلب. واصدر التليجرام ابديت جديد بيحض على الفساد اللي بيحاربوا الفيسبوك بمنع الناس تشتم في الكومنتات. وقرر خالد مختار انه يغير كاركتر سماح كوبايه بعد ما اشتكى الناس من كتر ما بتشوفوا بيها افتكروا ان هو بنت فعلا اصلا اسمها سماح وخالد هو اللي فلتر. ايه ده كارلا مسعود عملت لي كومنت؟ فحسيت ان دي اشاره اني بقيت مشهور وكده. وطبعا اهم انجاز للسوشيال ميديا في هذا العام هو محمد طاهر ده اللي هو انا يعني. فما تنسوش تعملوا له فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج لنا الفيديو ده. وكل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير وميري كريسماس وعيد ميلاد مجيد وكل سنه وانتم طيبين. سلام.